المحامي الجديد بتاعي. المحامي الجديد؟ بس انا عندي معلومه انه هو بطل يمارس. لا ما هو انا بسدد رسوم النقابه كل سنه عشان لما عاوز امارس امارس. اوكي حضرتك مدحت واصل ابن اخو المرحوم صح؟ ما شاء الله، ده واضح ان الست حسنه مقدمانا لبعض من قبل ما نتقابل. هو الوحيد اللي ما تقدمش والدك، هو متوفي؟ لا ازاي، استاذ كمال واصل لسه عايش، يديله يدينا طول العمر. كمال واصل اليساري المناضل بتاع وسط البلد ولا تشابه اسماء؟ سوري يا جماعه معلش. الو؟ اه طيب اوكي تمام، خليه عندك انا جاي لك حالا. تمام مع السلامه. معلش يا جماعه انا مضطر استاذن حالا، كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده بس ان شاء الله هتتعوض قريب جدا. السلام عليكم. اخر مره شفت عمك امتى؟ ما عنديش فكره. طب اخر مره ابوك شاف عمك امتى؟ من شهور مثلا. علاقتهم وحشه؟ وحشه ولا مش وحشه؟ ايه علاقه ده بابويا اصلا؟ نفس علاقتك وعلاقه مدام حسني. اي حد كان يعرف ايمن بيواصل يبقى مشكوك فيه، وطبعا ده مش شغلي، ده شغل الضابط اللي عمل اعتبارات للصحوبيه اللي بينك وبينه وعمل عبيط ومشي. ماشي، انا علاقتي شبه مقطوعه بابويا، وبابايا علاقته شبه مقطوعه بعمي، تمام كده؟ تقريبا. قلت لي اخر مره رجع فيها البيت كان جاي منين؟ كان راجع من الاستابل. الخيل كانت بالنسبه له هوايه، بس هوايه مربحه. ايمن كان بيعرف ازاي يطلع مكسب من اي حاجه.